ذات مرة كان هناك شاب يدعى أليكس يحلم بأحداث فرق في العالم. لقد كان دائماً مفتوناً بفكرة إنشاء شيء يمكن أن يصل إلى الناس في جميع أنحاء العالم، وكان مصمماً على ترك بصمته في العالم. ذات يوم، جاء أليكس بفكرة لنوع جديد من الأعمال من شأنه أن يجلب المنتجات من جميع أنحاء العالم إلى مكان واحد. لقد تصور شركة تعمل مع الحرفيين والحرفيين من كل ركن من أركان العالم لبيع منتجاتهم الفريدة والمصنوعة يدوياً للعملاء في جميع أنحاء العالم. بذل أليكس كل وقته وطاقته في تحويل حلمه إلى حقيقة. لقد أمضى ساعات لا حصر لها في البحث عن خطة عمله وتطويرها، والتواصل مع الشركاء المحتملين، وبناء العلاقات مع الموردين من جميع أنحاء العالم. أخيراً، بعد شهور من العمل الشاق، كانت شركة أليكس جاهزة للانطلاق. أطلق عليها اسم Global Emporium، وكان مليئاً بالإثارة عندما شاهد رؤيته تتحقق. حقق متجر Global Emporium نجاحاً فورياً. أحب العملاء المنتجات الفريدة والمصنوعة يدوياً، وكان الحرفيون والحرفيون الذين عمل معهم أليكس مسرورين بالحصول على منفذ جديد لبضائعهم. نمت الشركة بسرعة، وسرعان ما وجد أليكس نفسه يقود شركة متعددة الجنسيات مع العملاء والموردين من كل ركن من أركان العالم. عندما نظر إلى الرحلة التي أوصلته إلى هذه النقطة، كان أليكس مليئاً بالفخر. لقد أخذ حلماً وحوله إلى حقيقة، مما أحدث تأثيراً إيجابياً على العالم وساعد الناس على التواصل مع بعضهم البعض عبر الحدود والثقافات. وهكذا، فإن قصة أليكس بمثابة شهادة على قوة العمل الجاد والتصميم. مع الرؤية الصحيحة والقليل من الحظ، يمكن لأي شخص أن يترك بصماته على العالم ويحقق أحلامه.